بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخواننا داير أنبه على حاجة في شوارعنا السودانية. عندنا في الشارع معظم الشوارع لو ما كل الشوارع بيكون في خطوط الموية ضاربة، فبيكون في تسريب في الخط ولفترة طويلة جدا حتى الحشائش تنمو، النباتات تنمو والحشائش، وبالتالي الضفادع داخل الموية والكلاب بتجي والحمير والأغنام بتجي تأكل من الحشائش، الموية بتكون راكدة وفيها كمية من الطحالب. فالإشكال ما هنا، الإشكال إنه الفتحة اللي سربت الموية دي لما أنت تجي تشغل السحاب بتاعك في البيت والموية تكون ضعيفة في الخط، بيقوم السحاب طبعا بقوة، قوة السحاب أكبر من قوة الموية داخل الخط، بيقوم يسحب الموية اللي تسربت في الشارع دي بغازورات أو بأوساخة وبطحالب بتنسحب لداخل الخط، بالتالي بتجيك انت كمواطن في البيت اذا شغلت السحاب. فالموضوع طبعا اكيد عنده مضار صحيه كبيره جدا، وما معروف مسؤوليات منو، ما في زول شغال بالموضوع، ناس المويه ما شغالين بالموضوع، ما معروف ناس وزاره الصحه، ناس المحليه، فما في زول شغال بالموضوع. فدار انبه على انه الشغلانه دي لازم يكون لها يعني وجيع، او يكون في زول يهتم بالمواضيع دي، عشان نحن تقريبا عندنا أمراض في الدول الثانية ما معروفة أصلا، فبسبب الأشياء اللي ما بنكترث ليها وما بنلغي ليها بالدي. فما أعرف، إن شاء الله نلقى أذن تسمع، ولو المواطن نفسه نلقى طريقة نعالج المشاكل بتاعت خطوط الموية، سواء كان بالتنسيق مع ناس الموية، بالتنسيق مع ناس الحي أنفسهم، نشاطات داخل الأحياء، فلازم يكون في علاج للمشكلة دي.